5% ديال الشوربه بسيدي بن عبد الله، سيد سيدي بن عبد الله، وهذا غادي ياثر على الجوده ديال الماء ديال شرب عدد من المدن. كاين خوف اليوم، شنو نقولوا للمواطنين؟ كنبغي ناكد بان هذا الخبر غير صحيح، ليس هناك اطلاقا تلوث لحقينا سيدي محمد بن عبد الله اللي الحقينا ديالو 700 مليون متر مكعب، والمياه المنتجه مياه صالحه للشرب منتجه على مستوى محطات المعالجه وايضا موزعه على طول الشريط الساحلي من الرباط حتى للتربيضة، المياه صالحة للشرب، الجودة ديالها مطابقة لمرتفع الجودة، وكتخدم واحد المراقبة دقيقة وصارمة منذ المصدر وحتى عند المستهلك. وبالتالي حنايا شخصيا كنشربوا هذه المياه، بالتالي انه ليس هناك اي تخوف اطلاقا، وليس هناك اي تلوث، وليس هناك اي تغيير في جودة المياه الموزعة على القنوات العمومية. ما هناك بالفعل هناك واحد الحجم ضئيل que
لا قانوني انا ماشي وزيرة المسؤولة على هذه المواقع، على مسؤولة على قطاع الماء، ولكن يمكن نشوفوا كيفاش نحدوا من هذا الشيء، هو تكون حملة اخرى تحسيسية تواصلية باش نقطعوا مع هذا البروباغاند اللي دار. السيدة شرفت أفلال بعد الاجتماع اللي كان مؤخرا حول هذا الموضوع، يعني المياه العادمة اللي صادرة على سي جني العرجات بسد سيدي محمد بن عبد الله، الأكيد خرجتوا بمجموعة ديال الإجراءات، نبغيو المستمعين يعني تشاركوها معنا، شنو دار؟ شنو هي الإجراءات اللي قمتوا بها اليوم؟ هالإجراءات بدا أولا تسريع الوتيرة توسيع المحطة، واحد المحطة غتوجد توسيع المحطة الأولى من دابا شهر والمحطة الثانية دابا 3 شهور باش تساعد داك الحجم كامل تاع الجو. ثانيا داك المياه الآن داك الجزء البسيط اللي كيمشي لحق الناس استعملنا واحد حوض لتجميع داك المياه وغنجمعوها في واحد الحوض باش تمشي لحق الناس ونحاولوا ما أمكن يكون في حوض غير غنفوروا باش الحوض يكون غير مناسب باش ما تمشيش داخل الكرشة المائية. وثالثا غنقلوا داك المياه عبر الشاحنة الخارجية ونخويوها في قنوات ديال الصرف الصحي العادية باش ما يكونش عندها تأثير تمشي للمسار ديالها الطبيعي. وعندنا الآلات بداو كيدخلوا اليوم حاليا باش مثلا أقل ديك التلوث ديال التربة إلى آخره ما يبقاش، الروائح ما تبقاش، وبدينا لاميناجمو وتهيئ داك الحوض اللي غيتلقى داك الجزء ديال المياه العادمة اللي كتمشي في السد. نعم شكرا لك سيدة الوزيرة، وكنذكر أو كنأكد أنك يعني اليوم كتطمني جميع المستمعات والمستمعين عبر راديو أصوات ومن خلال هذا الخاص اليوم، ما كاينش خطر، ما كاينش تلوث ديال المياه ديال الشرب، لا خوف، شربوا الماء عادي، طيبوا بالماء الروبيني، أمور عادية. شكرا مرة ثانية، أهلا وسهلا سيدة شرفت الفلال كاتبة الدولة المكلفة بتوزيع الماء. ونواصل مستمعينا دائما هذا الخاص اللي كنتكلموا من خلاله اليوم حول موضوع اللي نشرته جريدة وطنية واللي خدا واحد البعد يعني كبير على اعتبار أنه كيتعلق بالصحة ديال المواطن. إذا اليوم كاين خوف، كاين تخوف كبير باش يخوف المواطنين من أن هذه المياه اللي هي ملوثة تضر بالصحة ديالهم. اليوم الوزيرة كتأكد ما كاينش ضرر. نشوفوا الشركة المكلفة بتوزيع الماء بالدار البيضاء شنو غادي تقول، أيضا شنو التوضيح اللي غتعطينا بخصوص هذا الموضوع. ومعنا سي نور الدين العمارتي. سي نور الدين العمارتي هو مدير استغلال الشبكات والبنيات التحتية بهذه الشركة المكلفة بتوزيع الماء بالدار البيضاء. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مرحبا. إذن سي العمارتي تبعتي معنا خلال هذا الخاص كنتكلموا على تلوث ديال المياه ديال الشرب بمياه عادمة. هذا الشيء طبعا حسب منشرة جريدة وطنية تتقول من خلاله أن هذه المياه غادي تقدر تأثر على الجودة ديال المياه الشرب مجموعة ديال المدن نذكروا من بينها الدار البيضاء. اليوم شنو تقولنا بخصوص مدينة الدار البيضاء؟ شنو اللي يمكن نقوله في هذا المجال هذا، وأن منذ ظهور هذه المعلومات للدولة في الصحافة تصلت شركة ليدك عبر مراسلة المنتج الوطني للماء اللي هو المكتب الوطني لصالح الشرب والكهرباء وعززت ايضا مراقبه ديال جوده الماء اللي جاينا من سيدي محمد بن عبد الله. والمكتب الوطني اكد ان نتائج التحقيقات والابحاث اللي تزات تشهد عن غياب اي تلوث على مستوى المياه الخام بسد سيدي محمد بن عبد الله وعدم ملاحظة أي تدهور خاص لهذه المياه هذه، وبأن المعالجة تتجز بشكل عادي في مرتبة الوقراق. وهذا بالنسبة لنا احنا الماء، هذا الماء المنتج في المستوى اللي كيزود مدينة الدار المحمدية وواحد جزء مدينة الدار البيضاء هو ماء مطابق لمتطلبات المعيار المغربي المعمول به، كما شهدت أيضا بذلك نتائج التحليلات المنجزة من طرف المختبر اللي ذاك اللي هو لاب الماء اللي هو مختبر حاصل على إشهاد المصلحة العامة إيزو 1925 واللي أكد بأن جودة الماء الموزع لم تتعرض لأي تدهور أي كان، لا على مستوى الخصائص الفيزيوكيميائية ولا الذوقية ولا الميكروبيولوجية. وكان ذكر أيضا بأن شركة ليدك كموزع كتحرص دائما على جودة الماء وكتراقب انطلاقا من وصوله للخزانات وفي جميع مراحل التوزيع الى غايه توصيل ديالو للسكان. نعم سي عمارتي، شنو نقول للمواطنين؟ سي عمارتي شنو نقول لبعض المواطنين اللي تيقولوا فعلا في بعض المناطق في الدار البيضاء لاحظوا التلون او تغير اللون ديال الماء؟ هذا لا علاقة له لا بهذا الموضوع. هذا أنا اللي كنأكد بأن الماء الموزع على كافة التراب ديال التدوير المفروض لا على مستوى مدينة الدار البيضاء ولا مستوى المدينة المحمدية هو ماء صالح للشرب مطابق للمعيار المغربي في هذا المجال اللي هو لا نورم المعيار الوطني 3701.
نعم شكرا سي نور الدين عمارتي. كنذكر المدير مرحبا. كنذكر المدير استغلال الشبكات والبنية التحتية بالشركة المكلفة بتوزيع الماء بكل من الدار البيضاء والمحمدية. ولتذكير مستمعينا أن هذا الخبر يعني خبر تلوث مياه الشرب المياه العادمة يعني تنقلته جمعية محلية وأيضا تم نشره في جريدة وطنية إحدى الجرائد الوطنية المكلفة بتوزيع الماء. كيطمنوا كل المستمعات والمستمعين لا خوف ما كاينش ضرر ما كاينش خطر من هذه المياه ديال الشرب. الصحة والراحة شربوا وطيبوا مع راسكم دكتور معتوق. اه صافي لالا شكرا. هذه شي حاجة اللي كتفرح طبعا كاين خوف اليوم الحمد لله هذا الخوف كلها كتبدد. ولكن يعني السيدة كاتبة الدولة كتكلم وعارفة راسها واضحة في كلامها كتقول بأنه كاين تسرب ديال الماء واحد الكمية ضعيفة جدا 7.2 مليون متر مكعب. أييه وهذا النسبة طبعا ما غاديش تأثر في السد بكامله يعني واحد نسبة ضئيلة كيف كتقول هي نقطة في بحر. ومع ذلك يعني تكلمت السيدة شرفت أفيا على مجموعة الإجراءات اللي قاموا بها فعلا ويعني هذا كيدل على أنه ما كاينش هناك خطر على صحة المواطن. ولكن اللي كيزعجني هو الإعلام اللي تداول شي حاجة بحال هكا خاصة إلا كان تيقول بأن هناك خطر فهمتي وأن تسرب وأن كمية كبيرة والمواطن في خطأ يعني نخمر الأمور خاصة تكون عندنا واحد المصدر ديال المعلومة ونكونوا منطقيين وعقلانيين ونكونوا مسؤولين نعطيو المعلومة. إذا كانت عندهم معلومة عندهم المصادر ديالها وموثوق بها هذيك المعلومة تيخصنا نمشيو بعيد حتى مع التصريحات ديال السيدة الوزيرة. ولكن إذا كان الكلام ديال جنيف الإعلام يعني مبالغ فيه تيخص المحاسبة أيضا لان المواطن ما خصهاش هذا كان الرد ديال الوزيره أفيلال وكذلك المسؤول على لاليداك حق الرد لانه جريده وطنيه اللي هي المساء نشرته وانا من بين الناس اللي بارطاجوه يعني اللي داروه في فيسبوك وحضروا الناس من التلوث ديال المياه. اذا حق الرد راه اكدت توضيح ولكن المشكل انه كل ما دارت هذه الجريده الوطنيه قالت بانه كاين تسرب ما كانش غادي السيده الوزيره تقولنا كاين توسيعات كذا باش ما تبقاش اللون ديال كذا او الرائحه ديال كذا. يعني صحه المواطن مهمه جدا. السلام عليكم.